and welcome to my channel. اليوم فيديو غير شكل واحد، مكياج يعني اللي كنا بنحبه، اوكي، الوان يعني كمان كل شيء بنحبه، ثلاثة ديسكاونت كود جديد لمتابعيني كمان حلو الواحد يوفر، ما حدا بيحكي لا، اوكي، أربعة هي المفاجأة اللي ناطرتكم بآخر الفيديو، اوكي، فضلوا تابعوا لآخر الفيديو لحتى تشوفوا شو المفاجأة اللي رح تبلش معنا من الأسبوع الجاي. كبيش؟ اوكي، اليوم مكياج عيد ورح استغل الفرصه لان انا بعد ما بخلص هيدا الفيديو عندي تصوير على الانستغرام لايف مع ستريس تي في، سو حبيت اعمل هيدا اللوك. انا بطبعي كثير بحب الالوان، انتم بنات فيكم تطبقوا نفس التكنيك باللون اللي يناسبكم، فما حدا يقول انه يا ما حدا يعمل هيدي الالوان، لا كلنا بنعمل هيدي الالوان، سو اتس توتالي اب تو يو. شوفي الفيديو، شوفي التكنيك، اتعلمي التكنيك، ممكن تستفيدي بشيء، مو شرط ان انت تعملي لوك تطبقيه بحذافيره، لانه اكيد ممكن هو يطلع علي بشكل يطلع عليك بشكل تاني، بس حاولي تتعلمي شيء من الفيديو، اوكي؟ رح تلاقي اكيد كتير تبس وتريكس بهذا الفيديو ليفيدك. سو ثانك يو سو ماتش لكل اللي عاملين لي اشتراك، ولكل اللي مو عاملين لي اشتراك اعملوا بنات اشتراك، وفعلوا جرس الاشعارات لحتى يوصلكم تنبيه بكل فيديو جديد انا عم نزله. كبيش؟ هلا صار وقت ان احنا نبلش فيديو اليوم. وقبل ما نبلش بالتوتوريال حابه اخبركم على الباكج الجديد اللي انا طالباه من موقع ايوه. طبعا لكل الصبايا بيعرفونا تقريبا بكل فيديو ميك اب عيد بكون عامله كولكشن او جايبه كولكشن جديد من العدسات، ومرات بجيب من عنده النظارات، لانه موقع معتمد من قبل او مسجل بالامارات وبالسعوديه، واغراضهم 100% جنوين. اللي بحبه بنات في موقع ايوه هو الفرايتي، يعني فيكم تلاقوا نظارات، عدسات للرجال، لسيدات، للاطفال، طبيه ونظر وكل شيء بدكم اياه. وهلا حفرجيكم شو الاشياء اللي انا طلبتها. طبعا كثير بتجيني اسئله عن التوصيل واو بعتي لكم ديسكاونت كود بنات 15%، الكود هو ماج، اوكي، لكيو. التوصيل عندهم لكل دول الخليج، واضافوا لقائمه الدول قطر وعمان والبحرين، وعندهم طرق دفع مختلفه مثل الدفع عند الاستلام، ابل باي، وفيكم تقسطوا من خلال تطبيق تابي. وهيدي بنات كوليكشن العدسات اللي انا اخترته. طبعا على فكره الموقع تبعهم او التطبيق سهل كتير ان انت تتصفحيه وتطلبي منه اي منتج بدك اياه، وراح احط لكم هون على جنب الشاشه كيف تقدروا كمان تستخدموا الديسكاونت كود وتفعلوا ال 15% خصم. الكوليكشن انا طالباه هو اكشلي فقط عدسات، هيدي هي طالبه 3 الوان، لكن هم عندهم نظارات كتير حلوه، عندهم ماركت 30 سانديز، هيدي اكسكلوسيف عندهم، تصاميمها كتير حلوه واسعارها بتجنن، راح نزل لكم اكزامبلز على الشاشه. في عندهم نظارات بلاك اوت اللي هي كتير مريحه وبتصاميم مبتكره، عندهم نظارات روف اللي هي بتنتني وبنفس الوقت جدا متينه، عندهم نظارات سبيكتس بلو لايت اللي هي بتحمي عينك من شاشات او من اللايت اللي بيطلع من الشاشات، وعندكم نظارات باباميو، هيدي نظارات خاصه للاطفال اللي بيلعبوا جيمنج كتير، وعندهم عدسات طبيه، عندهم اكسكلوسيف كمان عدسات ليالا الوانها او ماي جاد، اشتريت منها العيد الماضي وللاسف كانت اوت اوف ستوك بس لحقت على لون واحد. بنات هيدي العدسات لا تفوتكم، قمه الراحه، واغلب العدسات اللي بتسالوني ميتا انت شو لابسه هي اكشلي عدسه ليالا الوانها بتاخد رعقلك، كلهم احلى من بعض الصراحه. سو هلا رح اجرب معكم من ال3 الوان اللي اخترتهم. العدسه الاولى اللي راح اجربها هي من كوليكشن اسمه جلو من بيلا، اسم الدرجه جراي كراميل، جايه هيك عسلي على رمادي. عدسه امارا اعتقد هي اول مره اجرب هيدي العدسه، اسمها ايس بلو، كمان هيك لونها ثلجي فاتح رصاصي كتير فاتح، فرح جرب لاول مره عدسات امارا. اخر عدسه رح تكون عدسه ليالا بدرجه بولر جراي، هيدي العدسه كان عندي اياها وما ضل حدا ما سالني ميثا شو العدسه اللي انت لابساها، فذيس از ان اميزنج لينس، لونها كتير كتير حلو، ورح اجرب معكم العدسات واختار عدسه واحده لنعمل فيها لوك اليوم. بنات رح ابلش اول شيء بتحضير الوجه شويه لحتى اظبط جمالي، وبعدين رح البس العدسه. اول شيء رح استخدم البرايمر تبعي من هودا بيوتي، هذا البرايمر كتير حلو لترطيب البشره، سو إذا بشرتك جافة جو فور إت. التكشر تبعه بيجي هيك جل ووتري، يعني بمجرد ما تحطيه على البشرة بتحسي إنه هو صار مثل ليترلي صار مية على البشرة، سو بحطه يعني مش للمسام مش لشي، بس هيك لترطيب البشرة، بتحسوا عن جد بشرتكم كتير رطبة حتى بعد ما تشيلوا الميك اب. أحط مسكرة الحواجب على الحاجب. المسكرة هي طبعا من بنفيت، I love it، يعني اكشلي هي افضل مسكرة حواجب ايفر استخدمتها. بعدين راح ارفع شعرات الحاجب لفوق لحتى تثبت على هالوطاية. وهلا صار وقت كريم الاساس. كريم الاساس راح استخدمه اليوم هو من فيز ارت. طبعا كريمات اساس فيز ارت من احلى كريمات الاساس بنات اللي ممكن تجربوها، تضاهي ميك اب فور ايفر، وسعرها يعني مور افوردبل عن ميك اب فور ايفر. الدرجه اللي راح استخدمها W56 فيري لونج وير، يعني بضاينكم فتره كتير طويله، وبنفس الوقت البشره ما كتير بتدهن لما تستخدموه. وبستخدم الاسفنجه، الاسفنجه بتساعد انه الفاونديشن يفوت بالمسامات وما يعطينا فليكي لوك، يعني ما بيعطينا لوك ان انت حاطه كميه كبيره، لانه بيحط اللي بده اياه وبيمتص الكميه زياده. بنفس الوقت بيفوت بالمسامات فما بيكون عندكم مظهر المسامات الواسعه. واذا عندكم anyway انتم مسامات لازم تستخدموا قبل البرايمر تبع المسامات، وافضل نوع هو بنفيت و ار ديكو. رح استخدم بنات هيدا الباليت من ميك اب فور ايفر كثير حلو في درجات الهايلايت، الكونتور، احمر خدود. رح احط اول شيء الهايلايت على الاماكن اللي انا حابه احط فيها هايلايت. ما رح اشتغل كثير بالكريمي، رح اشتغل اكثر بالباودر، فرح تلاقوا الاشياء اللي بحطها قبل ما رح تكون كثيره، يعني ما رح احط مثلا هايلايت وكونتورنج كريمي، بس رح استفيد من وجود احمر خدود الكريمي، وراح احط احمر خدود شويه هون بيعطي لوك حلو. وببلش افرد اول شيء، طبعا بفرد اللون الفاتح مثل ما معودين، وبعدين بفرد اللون الغامق. سو باجي هون بطرف الاسفنجه بضمها هيك وبلش اعمل عمليه تربيط. هلا رح اقلب الاسفنجه، يعني الطرف الاول استخدمته لحتى افرد الهايلايت او الكونسيلر، الطرف الثاني رح استخدمه لحتى اعمل بلندنج لاحمر خدود. البلندنج كيف بعمله؟ بطريقه التربيط مو بطريقه المسح. سو باجي هون بعمل عمليه تربيط، اروح وارجع اروح وارجع اروح وارجع بهالطريقه. حسيت وطلع على الكونسيلر بقلب الاسفنجه وباجي بالطرف اللي انا فردت فيه وباجي بعمل عمليه تربيط. اوكي بهالطريقة. نسيت أنا هون هايلايت، بجي بفرده. هلا بنات رح اخذ الباودر تبعي من بيوتي بيكري، وبما انه نحن بفصل الصيف فرح استعين بشو؟ بهيدا النوع من الاسفنج. اوكي ليش؟ لانه بيساعدني ان اثبت مظبوط. هيدي الاسفنجه من لورا مرسيه، بتخلي الفاونديشن تبعكم يضاين فتره طويله ويكون مات. اوكي سبيشلي اذا عندك مناسبات حاولي تثبتي بهيك نوع من الاسفنجه، ما تثبتي بالفرشه. سو تربيت 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 تربيت. رح تلاحظوا مباشره انه البشره صارت شو؟ مات. وثبتوا وين أكتر أماكن بتدهن عندكم. الحواجب بنات مثل ما معودين علي بحاول دايما أنا أرسم شعرات بالفراغات، يعني ما برسم الحاجب كله، باجي بس هيك برسم مثل شعرات خفيفة. والبرودكت اللي بستخدمه هو أناستازيا درجة دارك براون. سو باجي بالفرشة بلش اعمل مثل شعيرات في الاماكن اللي فيها فراغات and that's it. ولان عندي هون الحاجب خفيف فراح ارسم مثل نهاية للحاجب. اي اشياء زيادة طلعت باخذ فرشة الكونسيلر وببلش انظف حوالين الحاجب. اوكي تمت عمليه الحواجب بحمد الله. هلا اجا وقت شو رايكم نحط عدسات هلا ولا بعدين؟ هلا عشان يبين اللون تبع الميك اب، صح؟ عشان عدسه تبين هيك توضح لون المكياج. طيب يلا نختار عدسه مع بعض. رح اجرب عدسه عدسه عدسه، اوكي؟ يعني ما رح البس اتنين بير، لا يعني رح اجرب عدسه بعدسه بعدين عدسه، ونختار ما بينهم الثلاثه، اوكي؟ على اليمين ايز بلو من امارة، كتير مريحه، اول مره اجرب عدسه امارة. العين الثانيه من بيلا جراي كراميل. هلا انا حاسه هيدي مور ناتشرال، هيدي حسيتها صارخه من دون ميك اب، بس بالميك اب بتطلع كتير حلوه وبتوسع العين، حسيتها مكبره العين ومبرزه العين لبرا. سو بالنسبه لإلي I'll go for this one. لحتى ما بعرف طبيعيه اكتر. اوكي ثانك يو سو ماتش عدسه امارة، يو لوك نايس، رح استخدمك بعدين بس مش اليوم. ثانك يو ثانك يو، يو بين جريت هيلب. هلا اخر عدسه رح جربها ورح نختار ما بينها وما بين عدسه بيلا، هي عدسه مين؟ عدسه ليالا. عدسه ليالا بنات من اكثر عدسات مريحه، قلت لكم قبل، والدرجه اللي انا رح استخدمها اليوم هي بالنسبه لي منا جديده لان انا شارياها قبل، بولر جراي. خرافيه، يعني انا حاسه ان انا رح اضل على هالعدسه قد ما عن جد كتير حبيتها. برجع بذكركم موقع ايوه اعطيكم 15% خصم لكل دول الخليج. سو انجوي شوبينج قبل العيد. قد عدت اليكم، هيدي عدسه بيلا وهيدي عدسه ليالا، اي احلى؟ انا بنظري ليالا. سو رح البس العدسه الثانيه وارجع لكم لحتى نكفي اللوك مع بعض. باليت هودا بيوتي، اوكي؟ درجه الباليت او اسمه ليلك، اوكي؟ رح اخذ درجة فاتحة، هذا هيك اوكي. هلا خلصنا البيس تبع الرسمه، هلا بدنا نعمل ايلاينر بلون بنفسجي. فيكم تستخدموا الايلاينرز بنات اللي بيجوا اوريدي هيك، اوكي؟ وفيكم تستخدموا اي اي شادو عندكم اياه. شوفوا حطيت هون مي، بحط فرشتي بالمي بعدين باجي بوقع المي على الفراشي عادي. الطاوله قد ما عليها اغراض عن جد يعني تستنجد. راح اختار لون بنفسجي وبلش اعمل له هيك لحتى يصير عندي قوام كريمي هيك، ذاتس ات، وبلش استخدمه كايلاينر. بحرك شويه الفرشه على ايدي لحتى اتاكد انه ما في اي كلاكيع، عرفتوا؟ انه هيك انسيابي. ها تمام. يلا هلا رح بلش استخدم ايلاينر. اني اريد مرآة صغيره، انها هنا، شكرا. بلش اللون جبار. هيدا الشي بنات فيكم تعملوه مع اي شادو عندكم اياه، بس الاحلى انه يكون ما في لمعه، يكون مات. هلا بنات رح اخذ هذا اللون شوية ميكس مع هذا اللون، واحاول اطلع ستريت وين انا لما افتح عيني الكسرة بتبان، هيدي الزاوية، بس بحط اللون عند هاي الزاوية. هلا رح اختار اللون البنفسجي اللي انا حطيته نفس الايلاينر، وبدي اطلع لفوق واحط اللون على الجفن السفلي. رح اخذ فرشة اللون اللي انا حطيته هون ورح اجي امشي تحت اللون البنفسجي. رح ارجع اخذ لون فاتح من نفس باليت نورفينا ورح احطه عند زاوية العين الداخلية هون. رح ارجع بنات اخذ اللون اللي حطيته في مدمع العين، اوكي؟ بس رح اعمل مثل تحديد لهي الزاوية. المسكرة رح استخدمها من أناستاسيا بيفرلي هيلز. مبدئيا بنات لا تعلقوا كتير على الرموش، لانه انا عندي نقص بالرموش، تقريبا قاعده عم بستخدم كل الرموش القديمه، قاعده عم جمعهم، بدي اطلب رموش جديده، فهذا المتوفر حاليا، يعني هاي هي الرموش المتوفر عندي، فعذرا مع انها بتطلع حلوه يعني، بس انه منا جديده. هلا بنات رح اخذ قطنه جافه فيها اي شيء، بلش امسح المسكره اللي وقعت تحت العين. رح اخذ هيدا القلم الازرق من MUA، وهلا رح احط ماسكارا من اناستازيا كمان على الرموش السفليه. هلا رح اخذ الكونتور من كحل درجه استي تروبيز، اوكي رح اخده ورح بلش اعمل كونتور للانف. رح اخذ الفرشه ورح بلش بس هيك شوي شوي شوي، ما كتير، بس طشونه طشونه طشونه، يعني نقطه صغيره. هاي كلمه طشونه تعرفوها، قالكم قصه طشونه. طشونه كان زمان 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 كان عندي مركز تدريب مكياج، في طالبه من الامارات، ما بتذكر هي من اي اماره، بس كانت دائما تقول كلمه طشونه لدرجه انه صرت انا احكيها، ومن وقتها صارت كلمه طشونه لازقه بتمي. طشونه يعني بحكي لها بس شوي، حطي شوي، تقول لي يعني طشونه، اقولها هي طشونه بس شوي، ما تحطي كثير، عرفتوا؟ فضلت كلمه طشونه معي ذكريات. احمر خدود رح استخدمه هو انجليكا من نارس، لونه بينكي بينكي بينكي، بما انه اليوم عملنا كل شيء بينكي. الروج تبعي رح يكون من لورا مرسية درجة سولفول، كمان بينكي بس على نود شوي. وستيل بنات في 3 شغلات لازم اعملهم. اول شيء لازم اعمل الحركة السحرية تبعي، نفس اللون اللي انا حطيته هون رح احط منه هون. بتعرفوا هيدي الحركة يعني سيجنيتشر ميتا عبد الجليل، لازم الانف يكون مضوي، بقى كل واحد وذوق، انا بحبها شخصيا. وبعدين رح استخدم منتج جديد من فنتي، هيدا الجلوس، او ماي جاد اسمه هيت، بيكبر شفايف عن جد بنات، بينفخ الشفايف، بس اكيد مو لفتره طويله يعني، ممكن شي 4-6 اورز وبس. بس بنات لونه وثابت، مش انه بتحسوا الجلوس اللي بيدبق، كتير حلو من فنتي. آخر شيء هو مثبت المكياج. And this is the final look. كتير 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 حلو، أنا شخصيا كتير حبيت، لأنه حسيته very feminine، وبنفس الوقت في شوية تكنيك، لازم إنه إيدك تكون عن جد متعودة على الميك اب لحتى تقدري تحددي الاثنين نفس الشيء، وبنفس الوقت كتير سهل، يعني بده تكنيك بس كتير سهل، مش من الرسمات اللي كتير صعبة، وبنفس الوقت فيكي تطلعي فيه. مبدئيا عني انا في اطلع فيه، انا هلا مخلصه من هون وعلى طول طالعه لايف انستغرام، فبالنسبه لي اتس فاين، بالنسبه لكم ما بعرف. وقبل ما انهي الفيديو حابه اذكركم بشغلتين. اول شيء ما تنسوا كود الخصم 15%، رح يكون شغال على كل المنتجات بالموقع، الكود هو ماج. ثاني نقطه اللي انا رح، يعني انا ماني مصدقه انا رح اعمل هيك، بس انا رح بلش اعمل هيك، اوكي listen to me. lately صرت حاسة انه في كتير مشاكل اساسها الثقة، يعني انه مثلا ان الشخص صار يعتمد على حاله اكتر من انه يعتمد على حدا، لانه بيثق انه هو يعمل الشي مثل ما هو بده. انا مثلا اذا انا بسوق ما بحب حدا يقول لي وين اروح، بحب انا ماسكة نافيجيشن. بطلنا كتير نتقبل رأي الغير، كمان بطلنا كتير نثق في غيرنا، يمكن من كتر الخذلان. أنا شخصيا بالنسبة لي قد ما انخذلت من الرفقة، قد ما انخذلت من ناس كتير بحياتي، فصرت شو، ما إني أحرص، لا صرت أبتعد عن جد، صرت أبتعد، يعني خلاص خيبة أمل واحدة، إنه شو بدي أنطر أكتر من هيك، شو بدي أنطر أكتر من هيك، خلص يلا باي، عرفتوا؟ هيدا الشيء بيأثر عن نفسي، عم بحكي بيأثر عن علاقاتي، بيأثر إنه أنا بطلت أثق في حدا. فلهيدا الشيء قررت أنا أعمل معكم تحدي، اوكي. التحدي هو اني رح سلمكم زمام حياتي literally. سو رح نعمل سلسلة أفكار متابعيني اختاروا لي، يعني تختاروا لي مثلا مرة شو ألبس، مرة شو أطبخ، مرة شو لون المكياج اللي أنا أحطه، مرة ما بعرف شو. والصبي اللي أنا رح يعجبني اختياراته، حاولوا تو بي كريزي، يعني روحوا أنتوا يعني إلى أبعد ما يكون من يعني الأفكار المجنونة. بتعرفوني إن أنا إنسانة أبدا مني مجنونة، وأنا إنسانة يعني بحب كتير كتير الأشياء التقليدية، عكس صحيح طبعا. أوكي، فبليز بي كرييتيف على قد ما بتقدروا بالافكار اللي انتم بدكم تحطوها. سو اليوم انا رح انزل لكم صفحه، هذه الصفحه بليز عبوا لي اياها بالكومنت، ورح اختار كومنت واحد رح يربح معي جيف اواي. سو الشخص اللي انا رح اثق فيه وانفذ الاشياء اللي هو خبرني عنها، اوكي، رح اربحه جائزه. اوكي، سو شو رايكم بهالمفاجاه؟ ورح اعمل كل اسبوع فيديو هيك ونشوف بس شو يعني يا بنات. هيدا الشيء يعني انا مني بطبعي، يعني انا اذا بدي اعمل شيء لازم اعمله بايدي، يعني اذا بدي اطبخ مينيمم انا لازم اطبخ، فهمتوا علي؟ فيعني انا عم بثق فيكم كثير، فلا تخذلوني ارجوكم. يعني اوكي، سو يلا نشوف الصفحه. وبهيك مع بعض نكون وصلنا الى نهايه هذا الفيديو. ان شاء الله عجبكم، ما تنسوا اللايك شير اند سبسكرايب، واكيد تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي. love you